متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد. صح رمضانكم وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في الحقيقة موضوع اليوم الكثير من المواضيع نضطر إليها اضطرارا، بما فيها هذا المعركة الإعلامية اللي رانا داخلين فيها مع بوزبير أو جيران السوء، ولم نكن نتمنى ذلك. يعني لما حتى وزير الخارجية السابق رمضان العمامرة في قراءته لبيان قطع العلاقات قال هذه الجملة وبقات في 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 أذني، راها تتردد دائما: نعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ولسنا سعداء بذلك. لسنا سعداء بذلك لأنه في الأول وفي الأخير بلدان متجاوران، يفترض أنهم يكونوا على حال أحسن، لكن المخزن من يوم يومه لا يريد ذلك. أطماع التوسعية لم تنقطع، وظلمه لم ينقطع، واعتداءاته على الجزائر هي الأخرى لم تنقطع. ما نشرح نعاود نرجع ونكرر، ولكن ما نقوله إحنا عدنا نكعرر ونعاود ولت ونعاود، لأنه الموضوع أخذ أكثر من اللازم من الوقت. ولكن دخولنا في هذا المعركة الإعلامية من أجل، أن نتكلم على نفسي من خلال مؤسسة الحوار، من أجل أبنائنا، من أجل شبابنا الجزائريين، لأن الحملة الإعلامية الإلكترونية اللي راه يشن فيها المخزن تستهدف المعلومة، تستهدف التاريخ، تستهدف العقل، ونخافوا على أبنائنا وشبابنا من عمليات التلويث اللي راه يقوم بها المخزن. والله بالأمس أنا مانيش مبرمج اليوم أنني ندير لقاء، ولكن بالأمس نشوف في الكثير من الرسائل جاتني على الهاتف يقولوا لي راه كاين جديد، واش غير الخير؟ قال لك راه مؤرخ علامة كبير ظهر في المروك، وراه يتكلم على التاريخ، وراه يخبط خبط عشواء. يعني ادخل شوف. انا قلت والله غير نشوف. قالوا لي اسمه سنايبي، اعتقد انا تعرفوني عندي مشكل في تذكر الاسماء. والله غير دخلت قلت نشوف يعني وش راه يحكي هذا. الصوره الاولى لما ندخل، يعني الفيديوهات اللي جاوني، نلقاه قاعد مع راس السلحفات، اسعد الله شرعي عليه من الله ما يستحق، عليه من الله ما يستحق. هذا اسعد الشرعي او راس السلحفات كما نحب نسميه انا، راس السلحفات. هذا يعني اذا وجد شخص أسوأ من مسيلم الكذاب فلن يكون إلا أسعد الشرعي. يعني أصبح هذا رأس السلحفات يفعل ما يمكن أن يفعله وما لا يمكن أيضا يدير من أجل الإساءة للجزائر شعبا وتاريخا وتراثا كل شيء، رغم أنه يمني لا علاقة له بالموضوع. ما عندوش علاقة. يعني لو كان جاء قال مروكي، قال لو كان جاء برنوص التافه، ولا جاء وش اسمه سليمي، ولا الفزازي، ولا هذا الوجوه اللي تعودنا عليها في الحملات الإعلامية هذه، رانا ولفناهم وولفونا، نعرفهم ويعرفونا. مروكي ضد جزائري ورانا ماشيين في هذه الحملة الإعلامية والمعركة الإعلامية. لكن والله لما ننسوهمش جزائريون ومغاربة، ما ننسوهمش، هما هذه الجنسيات العربية اللي دخلت بيناتنا وبدأت ترتزق. هذا رأس السلحفات داير تيك توك ويوتيوب
ومجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي يفتح البث المباشر يستقبل الهدايا ويثير الفتنة ويستفز الشعب الجزائري ويبحث عن كل ما يمكن أن يستفز به الشعب الجزائري وسيدفع الثمن غاليا. أنا راني من هذا المنبر من هذا البلاطو قلتها له وراه قال هددني مصطفى بوني فراني نكررها لك لأنك تسيء لأنك شخص سيء وتجاوزت حدودك. والله ما شفناه الشيء اللي راه يدير فيه هذا رأس السلحفات والله ما شفناه لا من المراركة ولا حتى من الـ من الـ من اليهود ولا من الفرنسيين. الشيء اللي راه يدير فيه والمسبات والشتائم والإساءات للجزائر أمر أصبح لا يطاق من هذا الشخص. المهم أنا دخلت قلت نشوف نلقى راسه سلحفات جايب علامة مروكي صنايبي ولا مش عارف اسمه وطايحين يعني كالثيران. شفت الثيران الداخلين على الزرع وقابضين يخربوا ويخلطوا في التاريخ وفي الأعراض وفي كل شيء. أنا إعلامي، أنا رجل إعلامي، أنا إنسان صحفي، مانيش مؤرخ، وثقافتي في التاريخ هي الثقافة اللي يتمتع بها أي إنسان عادي. أنا نقرأ الكتب الأدبية، نقرأ الكتب الدينية، نقرأ الروايات، نقرأ التاريخ كم يعني نقرأه نمر عليه مرور العابرين وثقافة عامة بالنسبة لي. المهم ندخل نلقاهم يحكوا على مثلا من ضمن الأشياء اللي يتكلموا عليها قالوا 1.5 مليون شهيد، هذا رقم غير ممكن. علاش رقم غير ممكن يا أم حسن؟ هذا سنايبي من اليوم سموه أم حسن. أنا نقترح على الجزائريين اللي في التيك توك وفي مواقع التواصل الاجتماعي يسموه أم حسن. واش أم حسن؟ واش اللي مش عاجبك في الرقم تاع 1.5 مليون شهيد؟ راح جبد وثيقة وقال له شوف ها تعداد السكان في 1954 وتعدادهم في 62 هاي كاينة زيادة في السكان من المفروض تنقص 1.5 مليون. بالله عليكم هذا منطق تاع بنادمة؟ هذا منطق؟ هذا هو العالم تاعكم؟ يعني 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 عصر روح وعصر عصر وحكم ونلقى راس منحنيات بيانية يوري له في منحنى بياني وتصاعد وتصاعد وزيادة عدد المواليد ومن المفروض ينقصوا عدد المليون وراء راحت 1.5 مليون شهيد. يعني ذكرني بالنكتة هذيك تاع جحا اللي مع اللي زوجته لما اشتهت أكل اللحم كلات اللحم قالت له والله سقطها في القطة، قال لها إذا كانت هذه القطة فأين هو اللحم وإذا كان هذا هو اللحم فأين هي القطة. نفس الشيء بالنسبة للحمار هذا اللي اسمه صنايبي هيشا. ها تعداد السكان في 54 وتعدادهم في 62 وين راحت 1.5 مليون؟ من المفروض ينقص العدد تاع الجزائريين ما يزيدش. يعني في باله هو كان غير الوفيات في المجتمع ما كاش مواليد. في باله هو الحمار انه الناس تموت فقط من لا تلد. كاين مواليد يا بهيم في الحركة الديموغرافية تاع أي مجتمع كاين مواليد. لو كان نديرو بنظريتك يا بهيم لو قرنا من 1830 انقرضنا، يعني ما قرن راح راحوا الجزائريين انقرضوا بالحسابات اللي دايرها أنت. لو كان فلسطين انتهت، فلسطين عاد مع عدد المواليد أضعاف المضاعفة من بقية الأمم الأخرى. الله سبحانه وتعالى أراد لهذا النسل أن يعيش وأن يبقى. لو كان تبعنا نتبعوا المنطقة نتاعك الناس راها ميتة كامل. هذا شيء. أولا كاين مواليد يقابلوا الوفيات، هذه واحدة. اثنين يا بهيم الجزائريين اللي كانوا في الخارج كانوا مقيمين للأسف الشديد في مراكش. عدد الجزائريين اللي كانوا في مراكش أثناء الثورة التحريرية 500,000 جزائري. وروح أرجع الحديث بن بله في برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة. الجزائريين اللي كانوا في سجون لم تعلن عنها فرنسا. فرنسا لما كانت مستعمرة الجزائر كانت كاينة سجون معلنة وسجون غير معلنة. الرئيس أحمد بن بله رحمه الله اللي تولى رئاسة الجزائر في 62 قال بأنهم فوجئوا بجزائريين كانوا مسجونين. أرجع للحوار هذا اسمعها منه.
فوجئوا بجزائريين كانوا في سجون مجهولة، عددهم رهيب، يعني يتجاوز، روح تبع الحوار يقول لك يتجاوز 500,000، رانا مليون ما بين مراكش واللي كانوا في سجون، غياهب السجون، بالإضافة للجزائريين اللي كانوا في مصر واللي كانوا في ليبيا واللي كانوا في فرنسا. شيء طبيعي أنه بعد ما انجلت والأمور وخرج الاستعمار الفرنسي يدخلوا يعاودوا يرجعوا لبلادهم. هذيك هي الزيادة بهين. ومانيش مختصة، أنا جاوبتك إجابة عامة تاع إنسان عام. شيء ثاني، من ضمن الأشياء اللي أثيرت في ذلك النقاش أنا قاعد نتبع فيها وتبين لي حقيقة أنه كاين حقد وكراهية للجزائر، مش يتكلم بمنطلق نتاع أنا عندي أسانيد وعندي وثائق، وما حبوا يردوا على محمد دومير، أنا على بالي بهم. محمد دومير شكلهم عقدة كبيرة جدا في المروك، عقدة كبيرة ما قدروش يقاوموها، لأنه محمد دومير إنسان دقيق جدا في معلوماته، وبالوثيقة يعني بالتوثيق يعني بارك الله فيه سجل حقيقة بطولة علمية، بالإضافة إلى أنه نجم العلوم، تم اختياره كنجم للعلوم في المسابقة التي كانت في الإمارات، أثبت فعلا أنه جدير أنه يكون نجم العلوم، أنه استطاع بذكاء حاد جدا، سواء ذكاء طبيعي وذكاء اصطناعي، أنه يصل إلى المراجع وإلى أمهات الكتب، وجعتهم المراركة وجعتهم، فكان لازم يخرجوا كما عادتهم، أسلوبهم القذر، أسلوبهم النجس، أنهم يخرجوا مسيلمة كذاب، واحد يجي يكذب يخرط على الناس، يخرط كلامه كامل خرطي. قال الخراط هذا سنايبي، قال لهم ما كانش كاينة معارك في الثورة التحريرية، ما كانتش كاينة معارك، ولا أعطوني أسماء معارك. والله لا والله صح، من نيتك راك، من نيتك ما كانتش كاينة معارك يا سيدي، ما يعني كي تغيب لك وتهمل لك وما تعرفش كاع، روح جوجل اكتب معارك الثورة الجزائرية وشوف القوائم تاع المعارك وقادة المعارك. يعني المناطق العسكرية اللي كانت مقسمتها الثورة الجزائرية، والكتب تعج بأسماء الشهداء في المعارك، من وين استشهد السي الحواس وعميروش؟ وين استشهدوا؟ وماذا تعرف عن هجوم شمال قسنطينة؟ وش تعرف على تيا على معركة سوقهراس؟ ولا نحكي لك على معركة الجزائر لأنني عارفك بهم. أنت تحسب الفيلم هذاك تاع معركة الجزائر اللي داروه الإيطاليين سيادك، بالك راك تحسب الفيلم تاع معركة الجزائر يتكلم لباطاي دالجي، تحسبوه يتكلم على الجزائر. هذيك معركة واحدة من ضمن هذيك المعركة تاع علي لابوينت الله يرحمه في العاصمة فقط، مش الجزائر، هذيك معركة، فيلم يحكي على معركة واحدة فقط، فيلم عالمي مشهور، لباطاي دالجي مش لباطاي دالجيري. كله هات لي معارك، اعطوني اسماء معارك. ما الامر يعني حقيقه يدعو الى الحيره. هذا مؤرخ، هذا جابوه دكتور وزعمة ويجبد له الوثائق ويقول له شوف شوف شوف، نروحوا لشيء اخر من ضمن السفسطه وعيب، والله غير عيب، وليتوا يا المراركه وليتوا تهاجموا تضربوا في التاريخ، ولات المعركه تاعكم في التاريخ عقده، عقدة عندكم من الثورة الجزائرية. من ضمن الأشياء اللي دارها هذا المسيلم الكذاب وبلغولو ردودي عليه، وهذه ردود مش تاع واحد أكاديمي، هذه ردود تاع واحد إعلامي. أنا نخلي لك الأكاديميين يمرمدوكم بعد. أنا عجبني دومير ربي يحفظه، دار هذا السنايبي، راح دار السنايبي أعتقد اسمه، والله ماني متذكر الاسم جيدا، قال لهم باللي سمي لي نتحداكم تحدي $1,000,000، نمد $1,000,000 لو كان تعطوني اسم سفير قبل 62، اسم سفير جزائري في الخارج ولا سفراء من الخارج في الجزائر قبل 62. شوف احنا نحكو على 1830، نحكو على 1830 لما احتلت الجزائر من الاستعمار الفرنسي.
احنا في الجزائر هنا دائما نحكو ونقولوا ما هي اسباب استعمار فرنسا للجزائر، نذكروا حادثه المروحه. حادثه المروحه الشهيره هي لما دخل ديفال القنصل الفرنسي، دخل عند الداي حسين في عيد الفطر في 1827، دخل باش يمد له تهاني العيد، فالداي حسين ذكره بالديون، قال له رانا نسالوكم، بعثنا لكم القمح وما عطيتوناش الدراهم، ما خلصتوناش، بعنا لكم القمح وما خلصتوناش مازال. وصرات مناوشه هكذا كلاميه فيما بينهم، اضطر على اثرها الداي حسين انه يضرب القنصل الفرنسي بمروح. اك سمعتني ولا ما سمعتنيش؟ راني نقول لك قنصل فرنسي، وقبله كان موجود سفير. في رايك، في رايك يا بهيم، يعني بلاد في 1830 كان عاد كانوا قناصله وسفراء ليستقبلهم الداي حسين في القصر تاعو، ماكش مستعرف باللي كانوا قناصله وسفراء؟ ولا فهمني، يعني حاب نفهم. هذه الجزائر في عهد الخلافه العثمانيه، اللي نسموها احنا نسموها الخلافه العثمانيه، ما نسموهاش الدوله التركيه كما انتم تحبوا تسموها، احنا ما نسموهمش الاتراك، هذه يسموها الخلافه العثمانيه. اذا راكم تعايروا في الجزائر وتسبوا في الجزائر باللي كانت فيها الخلافه العثمانيه، معناتها راكم تسبوا في تونس وتسبوا في ليبيا وتسبوا في مصر وتسبوا في سوريا والشام. وين وصلت الخلافه العثمانيه؟ هذه انتم دايرينها سبه، تعتبروا روحكم راكم تسبوا فينا وتعقدوا فينا بها، صح؟ معليش. نروحوا ل 62. نروحوا ل 62. في 62 او قبل 62 الجزائر كانت محتله. كانت تحت الاستعمار الفرنسي. فشيء طبيعي انه يكون ما عندناش سفراء، يعني شيء طبيعي، لكن سفراء الثوره الجزائريه كانوا موجودين، نذكر لك واحد منهم، مولود قاسم نايد بالقاسم. مولود قاسم نايد بالقاسم، تذكر هذا الاسم. كان يمثل الثوره الجزائريه في الخارج. بلد كان تحت الاحتلال وكان تحت الاستعمار، يعني تتوقع راح ينصب سفراء وينصب قناصله؟ هاكون منطقي، هاكون عاقل، هاتربى، تأدب، أدبوا لما تحكوا على الجزائر تأدبوا. قال له اعطوني اسم سفير. وش متوقع؟ متوقع انت يا بلد محتل، بلد تحت الاستعمار، يدير سفراء نتاعو الدوله الجزائريه هكا فرنسا مستعمرتنا، وين يحط السفراء نتاعو؟ احنا كانوا عندنا ممثلين للثوره الجزائريه في الخارج، وانا ذكرت لك واحد منهم اللي يحضرني اسمه الان، مولود قاسم نايد بالقاسم. ذوك نروحوا للنقطه نتاع ام حسن. يا ام حسن قال لهم باللي بوسبير، يحكي لهم على بوسبير، قال لهم بوسبير اسستها جزائريه وسماها ام حسن. جاب صوره مانيش عارف منين جابت، على جداته، احتمال تاع جداته، ام حسن نتوقع انها تكون ممكن من العائله تاع الملك الحسن الثاني، ممكن تكون امه يماه، المهم جاب لنا صوره حطها، قال لهم هذه جزائريه كانت تخدم في بوسبير ومن المؤسسين تاعو. روح يا سيدي، كانوا كاينين جزائريات في بوسبير، روح معليش، جدلا نقبلوا من عندك هذه، روح معليش، نشروها عليك هذه. لماذا فتحت فرنسا بوسبير في المروك وما دارتوش في الجزائر؟ سؤال، انت مادام سؤال هذا انا ما نقولكش مليون دولار، انت اذا كسبت مليون دولار غير سلك به بلادك، سلك ديون بلادك، ما الجزائريين مش محتاجين المليون دولار تاعك، انايا بربع درهم تاعكم انتم، الرهنك بربع درهم، لانه هذا هو ثمنكم وهذا سعركم الحقيقي، ما دمتم تفكروا بهذا المنطق، واي شيء يسيء للجزائر تزكوه. علاش فرنسا فتحت اكبر حي للدعاره في المروك وما فتحتوش في الجزائر؟ اعطيني حي تاع دعاره فتحته المروك في الجزائر، ما كانش. لكن بوسبير اللي انتم ما درتوه تراث عالمي، بوسبير راه مسجل باسم المروك كتراث انساني، تراث يخص المروك في منظمه اليونسكو، راكم مسجلينه ولا مش مسجلينه؟ مسجلينه وتفتخروا به. علاش الجزائر لم يفتح بها
هذا الحي الخاص بالدعارة والفريد من نوعه في العالم. علاش؟ لأننا رجال، لأن الشعب الجزائري شعب تاع رجال، مش شعب ديوث، مش شعب تاع طحين. انتم لقاو عندكم القابلية لفتح حي تاع دعارة، فتحوه عندكم، يجيبوا منه من كل الجنسيات، ما يهمنيش، يجيبوا قاع من الجنسيات، روح ما عليش، راهم كاينين فيه جزائريات كما كتقولوا، لكن عندكم ومفتوح عندكم وراه مسجل باسمكم، باسمكم وسعيتوا من اجل تسجيله كتراث. لو كان جيتوا تحشموا، لو كان هذاك الحي راكم ازلتوه، لانه يشكل عار، ما يشرفش الناس اللي عندها شرف. كيفاش حي تاع دعاره تروح تسجلوا انت في اليونسكو؟ لانه ما عندكمش هذا، مش رجال. العبرة إذن بالمكان اللي فتح فيه، وما زالت عندكم العقدة، العقد نتاعو. السياحة الجنسية شيء طبيعي عندكم، شيء عادي، لأنه بوسبير عودتكم على هذا الشيء. في الأخير نروحوا للثورة تاع عبد الكريم الخطابي، اللي يقول أم حسن، يقول أنه الجزائر ساهمت في تقويض الثورة نتاعو وتآمرت عليه. والله والله أيا صحة كاينة منها. يسمى راك حبيت تقول باللي السلطان نتاع المروك كان يحارب مع 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 عبد الكريم الخطابي، يحاربوا في الاستعمار هكذا، والجزائر تآمرت، الجزائر اللي من المفروض كانت تحت الاحتلال. لعنة الله على الكاذبين، يعني مخالف المنطق، رواية مخالف المنطق، مانيش عارف فاش قعد يلصق فيها. عبد الكريم الخطابي القصة نتاعو معروفة مع السلطان تاعكم، قصة معروفة وقصة مشهورة وحكاوها المؤرخين الجزائريين وغير الجزائريين، وحكاوها حتى المراركة. رجل تآمر عليه السلطان خوفا على ملكه، لأنه أقام جمهورية مستقلة، جمهورية حاربت فرنسا وإيطاليا، فرنسا وإسبانيا حاربتها، وأبيد أهله بالأسلحة الفتاكة، الأسلحة الكيميائية، وهو تم نفيه ومات ودفن في مصر، ورفض أهله أن يعاد إلى الرباط، إلى المروك، رفضوا، قال لهم لا، يقعد ثم حتى تستقل المروك، حتى تعود عندنا الدولة نتاعنا. ها هو المنطق، هذه ردودي كإعلامي مش ردودي كمؤرخ. انا اعتذر من خويا محمد دومير، لانني دخلت له في المجال تاعو، لكن انا متوقع انه راح يرد ويرد بالثقيل، لكني بصفتي كاعلامي هنا نقول اسعد رسو لحفات، والله العظيم راك امعنت كثيرا في الاساءه للجزائر وللجزائريين، افسدت كثيرا وستدفع الثمن غاليا. لن تنفعك القوانين اللي راك تحتمي بها وهارب ليها كالجبان في الانجليز في لندن، والله ما تنفك، قسما بالله ما تنفك. نهار اللي يلحقك ساعه الصح هي تلحقك وتدفع الثمن تاعك، لانك انت من الناس الذين اساءوا للجزائر اساءات بالغه. كان بامكانك انك تجبد روحك، هذا النزاع لا يعنيك، لكن اخترت انك تكون بوق من ابواق الفتنه وخادم عند المخزن، المخزن الذي مآله السقوط، المخزن اللي راه الان حاط يدوه في يد الكيان الصهيوني ويتآمر على امه كامله. كان هذا كلامي لنهار اليوم، نلتقي ان شاء الله في فرصه جديده، الى ذلكم الحين صح افطوركم.